في الفترة الأخيرة سمعنا بكذا حادثة للتحرش لأطفال، والموضوع ده أصاب كتير من الأمهات بالرعب والفزع. مش هضحك عليكم، أنا كمان اترعبت جدا على أولادي وقعدت أفكر ممكن نعمل إيه. فلقيت إن إحنا ليه ما نستغلش الموضوع ده في إن إحنا ناخد خطوة لقدام بإننا نعرف ولادنا أكتر بخصوصية جسمهم، ونعرفهم بحدود التعامل مع الأشخاص اللي حوالينا سواء كانوا ناس قريبين لينا أو ناس غريبة. النهارده مع سوبر ماما هقول لكم على 7 خطوات تقدروا تعملوها مع الولاد من سن مبكر، إن شاء الله بنسبة كبيرة تحفظهم من الخطر ده. اول حاجه لازم تعمليها بدايه من عمر 2 سنين انك تبطلي تخش الحمام والباب مفتوح، وكمان ما تستحميش قدام الطفل، لان ده بيوصل للاطفال رساله خفيه ان اجسامنا خاصه وانه مش المفروض يتفرج على بعض المناطق اللي موجوده في اجسامنا. كمان لما يكونوا هم بيستحموا مع بعض في البانيو نحاول نلبسهم مايو علشان توصل لهم نفس الرساله. امهات كتير بتتخيل ان الاطفال لما بتمسك اعضاء تناسليه في عمر معين، ممكن احيانا بيبقى قبل حتى عمر 3 سنين، تفتكر ان الطفل ممكن يكون لا قدر الله تعرض لحاجه. عايزه اقولك ما تقلقيش خالص، ده استكشاف طبيعي، واحسن طريقه للتعامل مع الاستكشاف ده هو ان احنا بنشتت تفكير الطفل في حاجه تانية، نديله حاجه في ايده، نحاول ناخده نلعب، نعمل اي حاجه، المهم انه يبطل يعمل الموضوع ده بالطريقه دي. اما بقى الزعيق والضرب والنقد والكلام ده كله والعقاب مش محبز خالص، لانه لو الطفل لا قدر الله تعرض لاي مشكله هيخاف يجي يحكي لنا. وكمان يا جماعه احنا هدفنا ان احنا نعرف الاطفال بخصوصيه المناطق دي، مش ان اجسامهم عيب، في فرق كبير بين الاثنين. حاجة بقى كمان أنا بعملها وأمهات كتير بتعملها، إن إحنا بنقوم حاضنين الأطفال بالعافية وبيسنهم. الموضوع ده مش صح خالص يا جماعة، لو الأطفال مش عايزين المفروض إن إحنا ما نجبرهمش، علشان لو حد حاول يجبرهم يبقى هم عارفين إن ليهم حق إن هم يعترضوا. ومن أحسن الطرق اللي ممكن نوصل بيها للأطفال فكرة خصوصية الجسم هي القصص. في قصص كتيرة موجودة أونلاين، من ضمنها قصة اسمها أنا غالي، حكيتها لولادي يمكن 20 مرة وهم بيطلبوها، وهي رسالتها جميلة جدا، بتعرف الأطفال إن أجسامهم خاصة مش إن أجسامهم عيب زي ما اتفقنا، وإنه ما ينفعش إن احنا نكشف أجسامنا قدام أصحابنا قدام أي حد أيا كان، لأن المناطق دي مناطق خاصة بينا إحنا بس. طيب حاجة كمان مهمة قوي علشان الأطفال ما يحصلهمش لخبطة، لما بنكون برا البيت عند أصحابنا أو قرايبنا وهم عايزين برضو يسلموا عليهم بالعافية أو يحضنوهم بالعافية، نحترم خصوصية الطفل ونقول لهم معلش هم دلوقتي مش عايزين يسلموا عليكم، لما هيبقوا عايزين هيجوا يسلموا عليكم. ممكن اللي قدامنا يزعل، معلش نحاول نفهمهم ان دي قاعدة بنحاول نعلمها للطفل علشان سلامته، ومش عشان احنا خايفين من الشخص اللي قدامنا، بس احنا بنحاول نأمن الطفل. ولان الاطفال لما بندخلهم اكتر من رسالة عكس بعض هما بيتلخبطوا وما بيبقوش عارفين المفروض يتصرفوا ازاي. مهم جدا يا جماعة وحدة الرسالة بتاعتنا، وكمان مهم قوي يا جماعة ان احنا نبطل نخليهم يقعدوا على رجل اي حد ايا كان هو مين، ملوش اي لازمة وحاجة مش مهمة، يعني مش لازم يعني تحصل من الطفل مع اي حد سواء كان قريب او غريب. طيب حاجة كمان مهمة ممكن نبتدي نعملها مع الاطفال من غير ترهيب زيادة، ان احنا نقول لهم ان لو حد حاول يلمسكوا بطريقة مش عجباكوا زعقوا في جامد، لان عادة المتحرش بيبقى شخص جبان وبيخاف من ان هو يتعرف او انه يتفضح، فلما الطفل هيصرخ فيه جامد هو هيبطل. حتى لو الشخص اللي قدامنا ده يا جماعه ما كانش قصده اي حاجه وكان ما عندوش اي نيه سيئه ناحيه الطفل، مفيش اي مشكله طالما انه اذى الطفل او ضايقه انه يبطل الحاجه اللي هو بيعملها. اخر حاجه مهم ان احنا نعرفها هو ان لو لا قدر الله الطفل تعرض لتحرش او فهمنا من كلامه ان هو تعرض لتحرش، مهم جدا يا جماعه ان احنا نمسك اعصابنا ونحاول نسمع للطفل كويس جدا جدا، مهما حكى القصه دي ومهما قالها نحاول ان احنا نسمعها منه. طبعا مش هنكتفي بالموضوع ده، ولازم نعرضه على اخصائي نفسي علشان يساعده انه يتجاوز الموضوع ده من غير ما يسيب جواه اي اثار سلبيه. بس انا هحكي لكم احنا ليه مهم ان احنا نسمع الاطفال. في كتاب طفل المخ الكامل كان في قصه في اول الكتاب بتتكلم ازاي نتعامل مع الاطفال في حاله الصدمه لما الطفل يتعرض لصدمه لا قدر الله. فبيحكي عن طفل كان راكب مع الناني بتاعته العربيه، والناني عملت حادثه بالعربيه، جت الاسعاف خدت الناني والطفل الحمد لله كان سليم، فالبوليس كلم مامته ومامته جت استلمته. طول ما هو راكب معاه في العربية بيقولها كلمتين إيا وو، صوفيا جت عربية الإسعاف خدتها وعايز يقولها كده. الأم كانت ممكن في الوقت ده تفكر إنها تلهي الطفل وتاخده تجيب له آيس كريم أو تاخده وتلعب معاه في حتة علشان تخليه ما يفكرش في الموضوع ما يتكلمش عنه، بس الحقيقة مش هي دي الطريقة اللي الأطفال بيعدوا بيها الصدمات. في الكتاب بيقول إن الأم اتعاملت إزاي مع الطفل بما إنها كانت دارسة وعارفة. كل ما الطفل كان ما بيتكلم كانت تسأله وإيه اللي حصل؟ وإنت حسيت بإيه؟ انت خفت من صوت سيرين الاسعاف؟ طب وصوفيا ايه اللي حصل لها؟ فضل كل ما يقول القصه هي تساله وتحاول تخليه يخرج كل المشاعر اللي جواه. هي عملت كده ليه؟ لان الطفل كل ما هيحكي كل ما هيبتدي يستوعب اللي حصل ويستوعب مشاعره ويبتدي يتحول الموضوع لذكرى طبيعيه جدا
يكون مر بيها من ضمن الذكريات اللي بيمر بيها. اما لو كبتنا الطفل وخليناه ما يتكلمش فبيبتدي يتلخبط وبيبقى مش عارف هو الموضوع ده ايه، وممكن يعمل له عقده او مشكله نفسيه. فزي ما قلنا يا جماعه ان احنا لما يكون الطفل بيتعرض لصدمه مهم جدا ان احنا نسمعه ونساله عنها كل ما يحب يحكي. مع الوقت بيبتدي السؤال عن الموضوع ده بيقل لما هو بيبتدي يستوعبه اكتر. ربنا يحفظ اطفالنا جميعا، ويا رب تكون المعلومات اللي قدمتها تساهم ولو بشكل بسيط في حمايه اطفالنا من الخطر ده.